النقطة التانية، حبشتكنات للبنات. لما نيجي نتكلم عن المخطوبة وامتى تسيب خطيبها، احنا قلنا ارجعوا الحلقة دي في 6 حاجات لو لقيتيها امشي، ما تكمليش في الخطوبة. الكذاب الكذاب، لا اللي ما بيصليش، اصل الصلاة ده يا جماعة مش اوبشن ترفيهي. يعني الصلاة وحق الصلاة مش اوبشن وهيفرق معاك كتير، اقسم يمين بالله. تقول لك مش بيصلي في كل حاجة بس مش بيصلي، طب اقدر اعيش ربنا اللي في الوقت اللي انت ساعات فيه وانت حامل وما انتش قادره، وصلاه الفجر وهتقومي فاضل ربع ساعه، هو يعينك. هو لو من مقيم الصلاه وبيحب الصلاه هيعينك، يقول لك انا معاك. طب بس خلي بالك، طب انا هقوم معاك اهو، طب يلا بس انا وانت اهو هصلي بيكي امام، طب يلا تعالي لا ما تنامنيش، لا عشان بركه اليوم. لكن واحد ولا في دماغه، ترمخي بقى ترمخي بقى، وانت ما شاء الله عيشي حياتك بقى، عيشي حياتك بقى 20 سنه ولا 5 6 سنين، تقول لك اقسم بالله عشان ارجع لصلاه الفجر تاني ما لا يقل عن 7 سنين عشان ارجع تاني لصلاه الفجر. فالامر ده نخلي بالنا منه. فموضوع الصلاه ما فيهوش. الكذاب اللي ما بيصليش، بتاع المخدرات، ماشي بتاع المخدرات في الخطوبه لا، لكن بعد الزواج وجه قال انا هتوب، انا الله عز وجل يمن عليا بتوبه، الله سبحانه وتعالى يمن عليا بكذا، ساعتها نقول ولو في اولاد وفي كذا ونصدق توبته مره واتنين، بعد كده شكرا انت قعدت في وسط الرجاله وطلعت راجل بيطير في واحد صادق، فخلاص. لكن الكذاب اللي ما بيصليش، اللي بيشرب مخدرات، تمام، اللي بيشرب مخدرات ده كارثه، ده كارثه، يبيعك اللي وراك واللي قدامك. خطوبه لا سيبي النسوان بتاع البنات اللي عينه زايغه، اللي عينه زايغه. هنا انا عايزه اقف وقفه، في فرق ما بين ان واحد هو ده سمته وهو ده شكله، هو دي طبيعته، تسيبيه من دي يمسك في دي، توقعيه من دي يمسك في دي، يمسك في دي يمسك في دي، حواليه كده مجموعه من النساء مجموعه من الحريم هم حواليه، ومره واتنين وسامحتي مره واتنين ولقيتي الدنيا، لا سيب. لكن واحد واحده دخلت له غلط غلطه او تصرف تصرف غلط، اسيب وودي له فرصه ولا لا؟ اصل الدكتوره هي قالت في الخطوبه، اسمعي اسمع منه، ما تشوف الدنيا عنده عامله ازاي، ما تشوفي هو كان سبب ايه، وغلطه او نزوه او واحده دخلت له مثلا في وقت كذا فرد عليها فخلاص واستغفر وانتهينا ومش هعمل كده تاني، وانت الغاليه وانت كذا وانت حبيبتي وانت زوجتي وانت 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 هتبقي. انا بتكلم في الخطوبه، ندي فرصه. طب اتكرر تاني؟ لا، يعني اديت فرصه مره واسمع منه وقايم امورك واستخير، اتكرر تاني؟ لا. لكن ده واحد ده ديدانه، ده ديدانه، توقعيه من دي تشيليه في ديت، تروحي في دي تسوي ديت،